معايا إجنتين الفراولة. حاضر يا ليلي، عايزاهم تاكليهم في ايه؟ ساندويتش؟ ساندويتش نوتيلا؟ طيب ايه رأيك اعمل لك ساندويتش حلوة قوي واحط لك فيه الموز اللي انت بتحبيه؟ ماشي. عليا كانت عايزة تاكل حاجة حلوة وانا كمان كنت عايزة اكل حاجة حلوة بصراحة وما تاخدش مني وقت خالص، فجبت عيش توست كان متوفر عندي ونوتيلا او اي شوكولات سبريد انتوا بتحبوها، وهدهن التوست كده بالنوتيلا. هدهن كتير يعني مش هنستخسر في نفسنا وبس. ولقيت عندي حلاوة، انا بعشق ميكس النوتيلا بالحلاوة الطحنية، حرفيا تحفة تحفة. رحت بحطها، بروح جايبة بقى الحلاوة ومفرفطوها كده حوالين على النوتيلا. انا كنت عاملة حسابي ان انا احط في شريحة التوست التانية زبدة فول سوداني، عايز اقول لكم بتبقى تحفة. وطبعا احنا عاملين نضرب السعرات في اربعة، بس مش مشكلة يعني، هي هناكل منها. وبعدين ضفت شرايح الموز وبعدين دهنتها بالزبدة. انك تدهني بالزبدة ده اختياري انا، عشان بس هحطها في التوستر فدهنتها زبدة، لكن لو انت مثلا هتعمليها في الطاسة ادهني الطاسة بس دهنة زبدة وبعدين حطي التوست. وهحطها بقى في التوست بالشكل ده على الاتجاه التاني بتاع الزبدة، مش هتاخد مثلا معايا 3 دقايق ولا حاجة. وهحط بقى كده الزبدة على الناحية اللي ما حطناش عليها زبدة، زي ما انتوا سامعين كده الصوت مقرمش وتحفة. حط بقى رشة قرفة عشان انا بعشق القرفة جدا. وبس كده الحاجة الحلوة، هي ساندويتش يعني بس حسها حاجة حلوة يعني شبه البانكيك بس سريع كده، طعمها تحفة. كده جاهز معانا. هحط بقى الفراوله اللي بتحبها، بس اللي ما بتحبهاش تبقى جوه الساندوتش، بتحبها تبقى بره فريش يعني عشان جوه الساندوتش بتدبل شويه. وبعدين حطيت بقى عليها شويه عسل، برضو العسل بيبقى حلو قوي بيديها شكل البانكيك كده، وان انت جايبه يعني حاجه عامله حاجه يعني وتعبانه وكده ومكلفه نفسك وكده. بحب العسل قوي. طب يلا يا روحي، يلا بقى دلوقتي ندوق. عجبك قوي؟ عاملهولك تاني؟ وبس كده. كان طعمها تحفة وسهلة وسريعة جدا، لازم تجربوها.